معك هوية أنت؟ لا أنا شخصية؟ إيه والله 165 سنتيمتر شخصية؟ شخصية شو الشخصية لك قدام؟ كيف بدي أعرف شو اسمها؟ طيب خليك على البسكليتة أحلى تطلع واقعية. شو بدك تسألني؟ بس قبل شو بدك تسألني؟ شو عاملين اليوم على الفطور؟ الحمد لله اليوم عاملين لحمة بالسنية. اليوم لحمة كله عامل لحمة؟ لحمة لحمة بالسنية. مين ما عم ياكل لحمة لكان؟ اليوم عاملين صبيحة مني يا أخي يا جماعة كله عم ياكل لحمة؟ لحمة بالسنية. هداك عامل لحمة بالسنية ما يكون أخوك هداك ما بتعرفه؟ لا الله يشرفك عراسي والله لا خربان بيت الشباب ليك احشاء لا لعيونك معلم والله انت وهن الاهل والله لعيونكم هذا مثلا عندك هون الشاب بتساوي له سندويشة ديناصور بطاطا ما في هذا بده ياكل دجاج لحاله عندك هون الشاب بتساوي له مثلا صمونة فيها فيل ومايونيز ما ان شاء الله الصح انا ليك انا على قد يعني انا تمرتين ثلاثة انا ما بضمنك ما بضمنني اكل الحجة ما لعب ما بتوقع والله جاي اليوم يا سيدي على الحد الان ما بعرف يعني بس هيك مقبلات اكثر شيء انا هيك مقبلات بيتزا وكذا بدك بيتزا عندكم مقبلات ايه لك الله انا مقدر انتم عندكم مشاوي مقبلات الله يعافيك يا رب والله اليوم طافخين شيش شيش لا معجنات براك بيتزا كذا هيك شغلات براك يعني. بيتزا وهيك شغلات بيسندوا هدول بيعبوا كوسا بلبن كوسا بلبن دهب كوسا بلبن مقبلات الكوسا بلبن لا ايوه زودتها هيك يعني شيش براك شيش صدور الدجاج شيش ما بتعرف اكلت شيش جاش شيش طاووق بس عاملينه مع يعني قصدك شيش شيش طاووق بتكون تساو مثل صفيحة هيك مدللين حالكم على كيفها اهلا وسهلا ومرحبا فيكم بحلقه جديده راح نحكي فيها عن معلومات جديده لربما تكونوا هي اول مره عم تسمعوا عنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهده هل سبق وتساءلنا لما كنا نروح ونبلبط بالبحر شيء تلاقيه وشيء طرطوس انه ليش البحر لونه ازرق لبعض الاشخاص بيجوا بيقول لك ايه لونه ازرق لانه الشمس لانه السماء لونه زرقاء فهي ضاربه عليه فعملته ازرق كمان مثله خلونا نروح نسال العالم بعد ما نسأل العالم برجع لعندكم لحتى أعطيكم المعلومات كاملة بدون زيادة وحتى نقصان البحر ليش لونه أزرق؟ البحر ليش لونه أزرق؟ إيه ليش متفاجأة؟ مو لونه أزرق هو؟ مو صح؟ إيه لونه أزرق بلد ليش؟ هيك الله خالقه في يوم مي في يوم مي؟ شو هالزمة؟ أنت صايم أنت؟ واضح صايم دقائق من صف أنت؟ لا البحر ليش لونه أزرق؟ لو مالي الناس مصاري المايلو ان لون السماء لون السماء هيك تطبيع لانه كنزة وبنطلوني يا لون السماء والله ما بعرف في قلبه صبغه هره بقلبه يمكن تمام صاير هيك عن جد ممكن قلبه صبغه هره بقلبه بتصير ازرق طبيعي انت صابغينه طبيعي انت يا زلمه صايم صار لك 3 شهور على الجواب والله جد والله ما بمان لون البحر ازرق لا اله الا الله بس يعني ليش لونه ازرق ما والله ما فكرت بالسؤال طب ما سالته لبابا شي مره ليش لونه ازرق لا ليش ما بعرف ليش لون البحر ازرق ايه صار سالتني السؤال 3 مرات رب لانه رب العالمين لا اله الا الله لا اله الا الله بس شو السبب سمع عكسي عليه مو هذا السبب الوحيد هلا يعني ليش لونه ازرق يعني اذا ما كان البحر ازرق شو بده يكون لونه لكان ما بجوز يكون اخضر شو بيعرفني كيف احمل لي شو اخبارك مروق كثير والله مروق كثير مروق على الصحبه ما ايوه بصور لك شو وين لاقي هذا انت معرفه قديمه كثير خاصه يعني طوشت راسي اقسم بالله بطلت ما عم افهم شيء رفقاتك هدول الله يخليك يا يلا الله معكم مع السلامه على ما يبدو انه صار وقت المعلومات وعلى ما يبدو انه صار دوري لحتى احكيكم عن القصه كامله بدون زياده او حتى نقصان عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة يعود لون البحر الأزرق ليس لانعكاس السماء عليه مو لأنه والله السماء زرقاء انعكس السماء خليك فتح عزيزي المشاهد خليك هيك فتح وهيك ودرك لكل الأمور اللي عم تصير حواليك الشمس ترسل الأشعة البيضاء طبعا اللي نحن بنشوفها باللون الأبيض ولكن هاي الأشعة البيضاء فيها الألوان التالية وبالترتيب فيها اللون الأحمر فيها الأصفر فيها الأخضر فيها البرتقالي فيها الأزرق والبنفسجي لعما إذا بندعس بالباص فيلم رعب يعني فيلم رعب يطلع ما بيطلع برنامج لاحظنا آخر لونين هن الأزرق والبنفسجي هلأ المي تبع البحر بتمتص هي الألوان ولكن آخر شيء الألوان الأخيرة اللونين الأخيرين بتصير مياه البحر غير قادرة على امتصاصهم فبيبقوا هنن الواضحين وهنن الظاهرين واللي هنن اللون الأزرق والبنفسجي يعني قراب هنن من بعضهم فبيعطوا نفس اللون تقريبا ويقال
او المعلومات بتقول، المعلومات يقال، يعني هي مبني المجهول، فهي مو مبني المجهول، هي يقال بالعلم انه العوالق البحريه اللي موجوده بالبحر هي بتساعد مياه البحر على امتصاص هي الالوان. فهلا اذا حدا اجى سالكم والله ليش البحر ازرق، تقولوا له ابو حميد من كم يوم طلع وحكى الموضوع كالتالي: الالوان في شيء بيقدر يمتصه المياه، في شيء ما بيقدر يمتصه، وبيبقى اخر شيء اللون الازرق، وهو يلي عطى البحر اللون الازرق الجميل. عزيزي وعزيزي مشاهده، بتمنى اكون قدرت اعطيكم شويه معلومات لطيفين، وتكونوا هيك قضيتوا معي دقائق مليانين بالحب والسعاده. اما هلا عزيزي وعزيزتي المشاهده، الله معكم. لوين بس؟ لعندكم هون. يلا